صممت فستان تخرجي بإيدي. أنا بتمنى أنك تشوفي التصاميم اللي رسمتها، يعني طبعا وقت تكوني حضرتك فاضية. طولي بخانم، عن جد هاليوم مميز كتير بالنسبة لي لأني رايحة مع حضرتك على العرض. من لما كنت صغيرة وشفت تصاميم حضرتك حبيت اشتغل بهالمجال. بس لسه ما شفت طوليب خانم وحابة بارك له. ولا يهمك انتي، انا ببارك لعنك. امسكي هدول هلا، خذي البنات وروحي على المشغل، اتركوا الاغراض هنيك وبعدين فيك تروحي على بيتك. ولشو هالمصاري؟ هدول من طوليب خانم، خلص شغله معك، مع السلامة. بس أنا ما اشتغلت. مصطفى بيك، يا ريت توصل الأنسب بطريقك. أنا ما أجيت على العرض مشان المصاري. ألف مبروك طوليب خانم. إن شاء الله ألف، رح تسافري على ميلان الأسبوع الماضي. شكرا كثير لكم يا جماعة، أكيد المسا رح شوفكم وقتها بتسألوا على راحتكم. ماشي، بالإذن يا جماعة. مع السلامة. شكرا لك. يا جماعة لو سمحتوا فيكم تسألوا الخانم شو ما بدكم المساء. تفضلوا تفضلوا هلا بعد إذنكم. راح علي العرض ما هيك؟ بس صدقيني الزحمة مو طبيعية أبدا بالبلد. طمنيني كيف كان العرض؟ كان بجنن. ولا يهمك، ما راح عليك، تجي المساء وبتتفرج على العرض. بصراحة أنا أجيت لحتى بارك لك، ما راح أحضر الحفل. برأيي تحضر، ما كنت معي بالعرض الأساسي، تعال مسا مننبسط مع بعض. قلت لك توليب ما بقدر، لأنه بكرة الصبح في عندي عملية مهمة كتير. مبين أنه مضغوط كتير هالفترة، لهيك بتشكرك لأنك قدرت تهرب مشان تجي وتبارك لي. عن جد رح أنبسط بسهرتي وإنت حاول تنام بكير.